إذا بعدكم ترسمون الشجرة هيك، اللي يعرف واللي ما يعرف يرسم راح أعلمكم شلون ترسمون شجرة تفيكون بيها، بس مو بالأقلام. بهواوي مات باد 11.5 اس بيبر مات. هذا التابلت يفيد الطلاب والرسامين اكثر شيء. يجي ويا قلم وكيبورد تستخدمه متصل او من بيت. تفتح تطبيق جو بينت برنامج خاص بالرسم. نفتح مشروع جديد ونختار نوع الورق. انا حختار كانفاس. نحدد القياس. بالنسبه للفرش اكو فحم ومائي وكل شيء. انا حستخدم فرش زيتيه. بدايه نسوي الخلفيه لون رصاصي. نعلي السطوع وسطوح هذا التابلت اقوى من باقي الاجهزه. نسوي خطوط اساسيه للجذع والاغصان. نسوي الجذع على جانبين الخط الاساسي وكل ما يصعد كل ما يضعف. تقدر تسند ايدك على الشاشه ما راح يصير شيء. خلي الحواف متعرجه لان كل شيء طبيعي حوافه غير منتظمه وغير حاده. نلون الجذع لون جوزي وسط، من هالجهه الظل ومنها الضوء. نختار لون جوزي غامق يمثل الظل ونوزع منها الصفحه. نصغر الفرشه ونسوي خطوط قليله متعرجه. نختار لون افتح ونوزع من الجهه الثانيه على شكل خطوط خفيفه. نختار لون بعد افتح ونضيف خطوط خفيفه متعرجه. غلط تسوي الورق بهالشكل، لازم يكون بطريقه عشوائيه مزقزقه، ونرسم البقيه. نمليهم بالاخضر الوسط. طبعا هذا الصوت والحركة وكأنه بدأ ترسم على ورق حقيقي. اي نعم، لان الشاشة هي اصلا ورقية ومميزة بالتابلت هذا. نختار اخضر غامق ويمثل الظل ونخليه مبعثر من هالجانب مثل الجذع. نختار اخضر فاتح ويمثل الضوء ونوزعه بالجهة المقابلة للظل. بعدين نختار لون فاتح كلش ونسوي ضربات على مناطق الضوء فقط. نسوي ارضية باخضر وسط، بالغامق نسوي الظل وبالفاتح نسوي الضوء. شوية عشق مثل الورق بس احسن. وشكرا.